الرحمن الرحيم. النهاردة معانا ليسون 4 لبري 1 في الجيومتري، بيتكلم عن congruent triangles اللي هو تطابق المثلثات. كنا درسنا فيما قبل لو اداني 2 line segment امتى بقول عليهم ان هما congruent. congruent لو مثلا عندي ال AB segment AB وال segment CD امتى بقول عليهم ان هما congruent؟ if they are equal in length، لو طولهم واحد، هنا ال AB 5 سنتيمتر وال CD 5 سنتيمتر، يبقى بقول بعبر عنهم ازاي، بقول ان ال AB وبحط علامة ال line segment فوق congruent، وش ثلاث شروط اللي فوق بعض دول اللي هما بتوع ال congruent، ال سي دي، تمام كده. طيب خدنا برضو الكونجرنس اوف تو انجل، امتى بقول لما يديني تو انجلز بقول عليهم ان هما ار كونجرنس؟ اف ذي ار ايكوال ان ميجر، زاويه اي او انجل اي ايكوال 40 ديجري وزاويه بي ايكوال 40 ديجري، يبقى بقول ان انجل اي كونجرنت مع انجل بي. او حد يقول لي ميجر اوف انجل، لو حد كتب لي ميجر اوف انجل اي وميجر اوف انجل بي كونجرنت، ده كده غلط، تمام كده. طيب لو عندي تو بوليجون برضو امتى اقول عليهم ان هم ار كونجرنت؟ ها، لو كل ضلع في البوليجون ده بيساوي نظيره الكورسبوندنج بتاعه في البوليجون الاخر، ها ده بيساوي ايكوال الكورسبوندنج في الانذر بوليجون، وده بيساوي الكورسبوندنج بتاعه في الانذر بوليجون، وده ايكوال ده وده ايكوال ده، ها الانجلز ها ايكوال بعضيها، الانجلز كلها ايكوال بعضيها، دي ايكوال دي وده ايكوال ده، وهنا برضو ايكوال هنا، تمام كده. طيب النهارده هناخد الكونجرنت ترينجلز، الدرس سهل جدا، انا هقسمه على مرحلتين ان شاء الله، هناخد النهارده حالتين لان هو في اربع حالات للكونجرنت للترينجلز، هنكتفي بحالتين النهارده فقط بتو كيسز، وبكره ان شاء الله انزل لكم الفيديو الثاني بتاع الايه الكيسز اللي باقيه. طيب انا زي ما انا قدامي كده في الرسمه هنا عندي ترينجل ABC، تمام كده، بيقول لي ان اني ترينجل في الدنيا كلها عنده 6 elements. ايه هي الاليمنتس دي؟ هاف 6 element، تمام. ايه هي الاليمنت دي؟ اللي هي 3 انجلز، انجل A، انجل B، انجل C، 3 sides، سايد اي بي والبي سي والاي سي، تمام كده. طيب يبقى اي انجل في الدنيا عنده 6 اليمنت، اي سواء يعني مهما اختلف نوعه فهو عنده برضو المثلث القائم ليه ايه، ليه 3 زوايا وليه 3 ايه 3 اضلاع 3 سايدز، تمام كده. يبقى اي مثلث في الدنيا عنده 6 اليمنت، دي حاجه ايه مفروغ منها. طيب هو هنا لو جه قال لي ان ال A B C الترينجل A B C congruent مع الترينجل D E F، A B C مع D E F congruent مع D E F، ما ينفعش اقول A B C congruent مع D F E، لازم اراعي ترتيب اللترز بتاعتي، تمام كده. طيب انا هستنتج من كده ايه؟ انا هستنتج من كده ان الانجل A فين اللي بتنظرها في الترينجل التاني اللي هي دي، يبقى انجل A congruent مع انجل مع انجل دي، تمام كده. طيب انجل E فين اللي بتنظرها في الشكل التاني، انجل B اللي بتنظرها انجل E، تمام كده. طيب انجل C اللي بتنظرها في الترينجل التاني انجل F، يبقى انجل C congruent مع انجل F. ايه تاني؟ ال BC ال AB ال AB، خلاص ولازم احط القطعة فوق، ها congruent مع ال DE، ما ينفعش اقول ال ED، لازم اراعي الترتيب، مع ال DE، تمام. طيب ال AC ال AC، ها مين اللي بيناظر ال AC؟ اللي هو ال DF congruent مع ال DF. طيب ال بي سي مع ال اي اف، ال بي سي congruent مع ال بي ال بي سي مع ال اي اف، ال بي سي مع ال اي اف، تمام كده. طيب
هل انا محتاجه الست عناصر دول علشان او السكس اليمنت دول عشان اقول عشان اثبت ان لو اداني اي تو تراينجل عشان اثبت ان هم ار كونجرنت؟ لا طبعا انا بكتفي بثلاث شروط فقط عشان اثبت ان اي تو تراينجل في الدنيا ار ايه ار كونجرنت. طيب دي اللي هي ناخد اول حاله معانا اللي هي تو side and included angle, two side and included angle, ونرمزها بالاس اي اس side angle side. احنا اخذنا قبل كده عرفنا ان اي انجل في الدنيا, اي انجل في الدنيا هي عباره عن union of two rays, union of two rays. تمام كده, هي عباره عن اتحاد شعاعين لهم نفس ايه الستارتنج بوينت, لهم نفس نقطه الايه البدايه. لو دي مثلا انجل بي مكونه من ايه, من الري بي اي و بي سي, صح كده البي اي والبي سي, وهنا برضو اهيت الانجل دي ها انكلودد بتوين التو سايد دول اللي هم بتوعها, اللي هو مثلا لو سمينا دي مثلا دي اي و دي اف. تمام كده, وهنا برضو يبقى اي انجل في الدنيا هي عبارة عن يونيون اوف تو ريز. طيب الحتة دي ايه هتسهل لنا الحالة الاولى, لان الحالة الاولى هي two sides and included angle. تمام كده, يبقى الانجل بالسايد بالتو سايدز بتوعها اللي هم ايه اللي هم مكوننها. طيب انا هنا اهوت رسمت تو تراينجلز, تمام كده, تراينجل اي بي سي وتراينجل دي اي اف. طيب نقرا الحاله الاولى الاول ونعرف هي بتقول ايه. الفيرست كيس بتقول تو تراينجلز ار كونجرنت. امتى التو تراينجلز دول ار كونجرنت؟ if the two sides and included angle, لو التو سايد والانكلودد انجل اللي ما بينهم اللي هم مكونينها اللي هي السايد بتوع التو سايدز دول بتوع الانجل نفسها of one of triangle, في واحد من التراينجل دول ها or congruent مع two the corresponding parts of the other triangle, مع مع الـ مع الـ مع نظيرها او مع نظائرهما في المثلث الايه الاخر. طيب هو اداني هنا ال AB وال BC, ال AB equal ال DE, العلامة هنا نفس العلامة هنا, يبقى معنى كده ان الساين ده equal الساين ده. ال BC equal ال EF, ال BC equal ال EF, عشان دي العلامة دي زي دي يبقى ده equal ده. طيب فين الساين, فين الانجل اللي التو ساين دول بيعملوها اللي هي دي, خلاص كده اللي هي دي. تمام كده, الانجل بي التو سايز بتوعها اللي هم البي اي والبي سي, وانجل اي التو سايز بتوعها اللي هم البي دي والاي اف. طيب الحاجات اللي هو مديها لي على الرسمه دي او الجيفن دي بسميها الكونديشنز, الكونديشنز تمام كده, الكونديشنز تمام اللي هي الجيفن او المعطيات. طيب بعبر عنها ازاي؟ بقول ان, بكتبها ازاي او بترجمها ازاي؟ in triangle ABC and triangle DEF. تمام كده, فيهم ايه بقى؟ ها ال AB, ال AB ولازم اعمل علامة السيجمنت فوق, congruent مع ال DE ولازم علامة السيجمنت, ال BC congruent مع ال A مع ال EF. ايه تاني؟ angle B congruent angle E, angle B congruent angle E. او حد يقول measure angle B congruent مع measure angle E, غلط. تمام كده, اقول angle B congruent مع انجل اي, لو قلت ميجر اوف انجل بي هتبقى ايكوال ميجر اوف انجل اي. طيب ده كده الحاجات دي اللي هو مديها لي على الرسمه قلت عليها ايه كونديشنز, الكونديشنز خلاص كده. طيب انا بقى بطلع في حاجات اللي انا بستنتجها او بطلعها من عندي, دي بقول عليها الديدكشنز, الديدكشنز تمام كده. يبقى الديدكشنز بتاع ايه؟ الديدكشنز او وي ديديوس الديدكشنز, احنا طلعنا هو مديني ثلاث حاجات يبقى انا هطلع ثلاث حاجات زيهم. تمام كده, لان الترينجل قلنا بيتكون من 6 اليمنت, فيه ثلاث حاجات, فيه 6 حاجات. تمام كده, يبقى انا هستنتج من كده ايه, احنا خدنا تو سايدز اند انجل, يبقى هطلع تو انجلز اند سايد. يبقى انجل ايه كونجرونت مع انجل بي, خلاص كده
اول حاجه انجل ايه كونجرونت مع انجل دي، انجل اف كونجرونت مع انجل سي. الدي اف كونجرونت مع الاي سي، او الاي سي كونجرونت مع الدي اف، ولازم احط علامه السيجمنت فوق. تمام كده، ولازم احط علامه السيجمنت فوق. طيب قبل كل ده، قبل الديدكشن، كنت لازم اكتب ها زن ها تراينجل اي بي سي. تعالوا في الواسع هنا كده، زن تراينجل اي بي سي كونجرونت مع تراينجل ها دي اي اف. تمام كده، دي كنت المفروض ان انا اكتبها قبل الديدكشن. يبقى انا ثبتت كده ان التراينجل اي بي سي كونجرونت مع دي اي اف، ودي الحاله اللي هي بنقول عليها الفيرست كيس، اللي هي اس ها اي اس سايد انجل سايد سايد انجل سايد. تمام كده، لازم اكتب برضو دي كده سايد انجل سايد، دي اللي هي الفيرست كيس. طيب ناخد كمان مساله. طيب شايفين الشكل اللي قدامي ده كده، هو مديني ان ال AE مديني مثلثين في بعض، هما ال EA equal ال ED، لان هو عاملي نفس العلامة هنا على ده، يبقى ال EA equal ال ED وال EB equal ال EC. طيب هنا مديني two sides، يبقى ناقص ايه؟ ناقص ال شرط منهم، دول شرطين بس، ناقص لي واحد كمان، ناقص لي element كمان ناقص في الـ given او الـ conditions بتاعتي، اللي هو ايه؟ فين الضلعين، فين الزاوية بتاعت الضلعين دول؟ ها الزاوية اللي الضلعين دول عاملينها اللي هي دي، وفين الزاوية اللي الضلعين دول عاملينها اللي هي دي؟ طب ما هي دي كده already equal دي، ليه؟ لان دول كده vertically opposite angle اللي هو VO A اللي هي التقابل بالرأس، صح؟ مش دي equal دي، ليه؟ لانها VOA vertically opposite angle. يبقى هقول له كده ان ان triangle A B C and، عشان اعبر عن الحاجات اللي هو مديها لي، and triangle D C E فيهم ايه دول؟ ها هروح جاي عامله كده، انا عندي ثلاث حاجات هكتبها. تمام كده، ال اي اي ال اي اي منساش الشرطه، ها كونجرونت مع ال اي دي. تمام، طيب وال اي سي كونجرونت مع ال اي بي. تمام كده، طيب في ثالث حاجه اللي هي انجل، ها الانجل ممكن اقول دي مثلا E1 و E2، ماشي عادي جدا، انجل E1 congruent مع انجل، معلش نسينا نكتب رمز الانجل، انجل E1 congruent مع انجل E2. او حد تاني يكتب measure of angle E1 equal measure of angle E2، غلط. تمام كده، طيب انا جبت الحاجات دي كده الكونديشنز بتاعتي دي، ها وي ديد يوز ذات ايه او الديدكشن بتاعي، يبقى ها يبقى زين ها التراينجل بتاعي اللي هو ال اي بي اي ال اي بي اي كونجرونت مع تراينجل دي سي اي. تمام كده، طيب هنكتب بقى الديدكشن. ها احنا ادينا ثلاث حاجات، هنجيب زيهم ثلاث حاجات. تمام كده، ودي الحاله اللي هي بنقول عليها السايد انجل سايد، اللي هي الفيرست كيس، دي اللي هي الفيرست كيس. تمام كده، تكتب له بين قوسين كده اس اي اس اللي هي سايد انجل سايد، اللي هي الفيرست كيس، الحاله الاولى. طيب هنكتب بقى الحاجات اللي احنا هنستنتجها. ها معانا كده، طيب هيبقى البي اي، خلاص كده البي اي ها هيبقى كونجرونت مع السي دي، مع السي دي. طيب انجل اي، انجل اي ها كونجرونت مع انجل
دي، تمام كده؟ انجل ايه؟ كونجروانت مع انجل دي. طيب انجل بي، معلش احنا نسينا هنا، هو تنسوا انتوا ماشي تحطوا الشرطه بتاعه السيجمنت. انجل بي كونجروانت مع انجل سي، بي مع سي، تمام كده؟ مع انجل سي، تمام كده؟ كده يبقى انا جبت اول حاجه، طلعت الحاجه اللي هو مديها لي من على الرسمه بتاعتي، ودي بنقول عليها الديدكشنز. طيب بعد كده هنستنتج منها ايه؟ هما ثلاث شروط جبناهم، يبقى اذا الثلاث شروط دول يثبتوا لي كافيين جدا ان هما يثبتوا لي ان التو تراينجلز دول ار كونجرنت. بعد كده بطلع انا الديدكشنز، الديدكشنز الحاجات اللي انا ايه هستنتجها نتيجه الايه التطابق بتاع الايه التو تراينجلز دول. طيب نشوف مثال تاني. طيب شايفين الفيجر ده كده اللي هو المكون من تو تراينجلز، اللي هو الاي بي دي والتراينجل اي سي دي. طيب هو هنا مديني في الجيفن اللي هو مديها لي او في الكونديشنز الدي بي ايكوال الدي سي، تمام، ومديني انجل دي 1 ايكوال انجل دي 2، تمام كده. طيب هنا مديني 1 سايد اند انجل، فاضل شرط في الحاله دي اللي هي الاس اي اس اللي هي السايد انجل سايد، فاضل سايد. طب انا مش عندي ان دي ايه ده، مش ده كومون كومون سايد بتوين الترينجل اي بي دي والترينجل اي دي سي؟ يعني انا لو جيت كده فصلت الاثنين دول عن بعض كده، تمام كده، هيبقى ده كده تمام، وده هيبقى كده برضو، وانا اوريدي عندي ده ايكوال ده وده ايكوال ده، والانجل بتوين التو سايد دول دي مع دي ايكوال، يبقى اذا التو تراينجلز دول ار كونجرنت، صح كده؟ طيب يبقى لما يديني كومون سايد اخد بالي من الحته دي كويس جدا، انا لو فصلت التو تراينجلز دول عن بعض هيبقى التراينجل ده السايد ده قد السايد ده، صح؟ والسايد ده هو اوريدي مديهولي قد السايد ده، والانجل دي قد الانجل دي. يبقى اذا انا استنتج من هنا، يبقى تعالوا بقى نعبر عن الكلام ده ونكتبه. نكتب الاول الكونديشنز بتاعتي، الكونديشنز وقلت الكونديشنز اللي هي الحاجه اللي بتبقى على الرسمه او الجيفنز اللي هو مديهولي فوق في المساله نفسها، تمام كده. ان تراينجل A B D and تراينجل A C D فيهم ايه؟ ثلاث حاجات، 1 2 3. هنقول اول حاجه ان الدي اي، الدي اي الدي بي الدي بي ايكوال الدي سي ايكوال الدي ايكوال الدي سي، تمام كده. الدي بي ايكوال الدي سي، او الدي بي ايكوال الدي سي، او نقول السي بي ايكوال البي دي، خلاص كده. هو حد يقول الدي بي ايكوال السي دي، لازم اراعي الترتيب يا جماعه، مش هتعرف تطلعهم من اسم الايه التراينجل اللي قدامك، تمام كده. طيب في ايه تاني؟ انجل measure of angle A او الانجل A D B congruent، المفروض بقى دي congruent مع الانجل A D C، مع الانجل A D C، تمام كده. ولازم احط العلامة بتاعت الـ A هنا فوق كده الـ segment، وهنا الانجل، تمام كده. طيب ايه تاني؟ الـ DA او الـ AD common side، ال A D common side، صح كده. يبقى we deduce that او ال deduction بتاعي، يبقى then a triangle A B D congruent مع ال triangle A C D، and we deduce and we did use that
هجيب كمان 3 حاجات، احنا جبنا 3 حاجات، هو مديني 3 حاجات، يبقى فيه 3 حاجات ناقصة. هنا كانوا 2 sides and angle، يبقى فاضل لي 2 angles and 1 side، ادي 1. يبقى انجل بي هتبقى ايكوال انجل سي، اول حاجة انجل بي congruent مع انجل سي. بعد كده انجل بي اي دي، انجل بي اي دي congruent مع انجل ها مع انجل سي اي دي، مع انجل سي اي دي. تمام كده. طيب طبعا ال دي اي ده كومن سايد، خلاص كده مش هن ده في الاولاني. طيب الاي بي congruent مع الاي سي، الاي بي الاي بي congruent مع الاي سي. تمام كده، ده اللي هو الديدكشن بتاعي اللي استنتجته. طيب نشوف بعد كده الحاله الثانيه بقى، نمسح كده ونرجع لكم تاني. السكند كيس معايا اللي هي 2 angles and 1 side. الاولانيه كانت 2 sides and 1 angles، دي عكسها 2 angles and 1 sides. الاولانيه كنا بنقول عليها اس اي اس دي اي اس اي انجل سايد انجل انجل سايد انجل. طيب انا عندي في الحاله الثانيه ان يكون زاويتين او 2 angles في التراينجل ده ايكوال 2 angles في التراينجل ده، وضلع كمان يكون ايكوال السايد هنا يكون ايكوال السايد هنا. طيب اي ضلع او اي سايد في التراينجل ده، لا طبعا ده شرط اساسي السايد اللي هو رابط بين او ماسك التو انجلز، الماسك اللي هو ماسك التو ايه التو انجلز، السي بي ماسك انجل بي وانجل سي، والاف اي ماسك هنا انجل اي وانجل اف. خلاص كده، يبقى لازم شرط اساسي ان السايد يكون ها واصل بين ايه او connected between التو انجلز. تمام كده. طيب السكند كيس تعالوا نشوف هي بتقول ايه بالظبط. بتقول لي two triangles are congruent if two angles and the side drawn between their vertices، اهو السايد اللي هو drawn المرسوم بين او موصل بين ال vertices بتاعت الانجل دي، ده اللي هو السايد drawn between their vertices of one triangle are congruent to the corresponding part، يبقى متطابق مع ال corresponding اللي هو اللي بيقابله او اللي بيناظره في الشكل الثاني of the other triangle. طيب تعالوا بقى كده، هو شوفوا بقى، هو مدينا هو الثلاث شروط برضو 3 elements، انا هطلع ايه 3 elements كمان عليهم. طيب بعبر عن الحاجة دي ازاي اللي هو مديها لي في الرسمة دي او في الشكل ده، بقول in triangle A B C. تمام كده. and triangle D E F، مالهم فيهم ايه دول الاثنين؟ ها فيهم 3 حاجات، اللي هو هنكتب ال3 حاجات اللي هو مديهم لي على الرسمه. تمام كده. فيهم ايه؟ فيهم ان البي سي، البي سي وما نساش الشرطه congruent مع الاي اف، مع الاي اف. تمام كده. وفيهم انجل بي congruent مع انجل اي، وفيهم انجل سي congruent مع انجل مع انجل اف. طبعا دي الحاجات اللي انا بقول عليها الايه الديدكشن، الديدكشنز اللي هي المعطيات الكونديشنز، الكونديشنز اللي هي المعطيات او الجيفن الكونديشنز. تمام كده. طيب يبقى هستنتج من ده ايه وي ديد يوز ذات، يبقى ها زين التراينجل اي بي سي congruent مع تراينجل دي اي اف. ها وي ديدوز ذات، ها الديدكشن بقى الحاجات اللي انا هستنتجها من خلال الرسمه بتاعتي. 3 حاجات برضو، احنا هنا كان عندنا 2 angles and side، هطلع انجل واحده اند 2 sides. طيب الانجل اي ايكوال هتبقى congruent مع الانجل 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 A
congruent مع انجل دي، تمام كده. طيب ال ال اي بي، ال اي بي congruent مع ها ال اي بي congruent مع الدي، مع الدي اي، ال اي بي congruent مع الدي، ال اي بي congruent مع الدي اي. طيب وال اي سي congruent مع الدي اف، وال اي سي congruent مع الدي اف، تمام كده. طيب نشوف كمان مثال، ودي الحاله دي اللي هي انجل سايد انجل، تمام كده، انجل سايد انجل دي اللي هي السكند كيس. طيب نشوف حاجه كمان. طيب الشكل اللي قدامي ده كده، البوليجون اللي قدامي ده كده مديني ان الانجل اي بي سي خلاص ايكوال الانجل بي سي دي، والانجل دي ايكوال دي. طيب تو انجلز مع بعض، ناقصني ايه؟ ناقصني السايد اللي كونكتد بتوين التو انجلز دول اللي هو السي بي. طب السي بي ده كومن سايد، خلاص كده يبقى كده خلاص، يبقى كده انا هستنتج ان ممكن انا هو ما اداهوش ليا على الرسمه، بس انا افهمه بقراه من على الرسمه ان ده كده كومن سايد. انا لو مسكت التو تراينجلز دول كده فصلتهم عن بعض هيدوني ها، هيبقى الضلع ده هحطه هنا وهحطه في نفس التراينجل ده، معناه كده ان ده كده ايكوال ده، صح؟ فهو كومن سايد. طيب كومن سايد يعني ده ايكوال ده. طيب يبقى انا هنا الكونديشنز بتاعتي، الكونديشنز ايه هي؟ هي ان الـ ان تراينجل اي بي سي اند تراينجل دي دي بي سي فيهم ايه؟ ها فيهم ثلاث حاجات عندي. السي بي اول حاجه، السي بي ده كومون سايد. تاني حاجه ها انجل، ها انجل بي 1 ها ايكوال انجل سي 1، تمام كده، انجل بي 1 ايكوال انجل سي او كونجرانس مع انجل سي 1، تمام كده، كونجرانس مع انجل سي 1، وانجل ها بي 2 كونجرانس مع انجل سي 2، تمام كده. طيب يبقى انا هستنتج ايه كده؟ يبقى وي ديديوس او زين، ها زين التراينجل اي بي سي كونجرانت مع تراينجل ها دي بي سي، خلاص كده الديدكشن بتاعي بقى، الحاجات اللي انا هطلعها من الرسمه الديدكشن. هنطلع تلات حاجات برضو، هنطلع تلات حاجات برضو، ايه هي؟ ان انجل ايه congruent مع انجل دي.